زوز كراهب ما فهمش الكاميرا ما ثم حد شيء سبعه ولا ثمانيه بالبورد كام تاعهم ويعفسوا فيه بعدين يخرجوه ديجا مدمدم ويضربك 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 وتيح تقوم يضربك كلام زايد كاميون قفصت لا ما تشوف شيء لا نفس لا حتى شيء ادخل اسكت سبان الصغار تسمع ها شيء سبان اللي صورناه ونحن مش ممنوع اللي صورناه حاجه حاجه عاديه حبينا نوثقوا حاله كيفاش معناها البوليس يمنع الصغار باش تدخل الاستاد وبالقمع ذاك وبالصفه هذيك. نشوفه كان في البوليسيه بالمتراك وبالواحد وبالبوني يضربوا في لي بارون. ولكن ساعات ما يضربكش يفك لك تليفونك وما يضربكش، احنا ضربون إذا <applause> مدربين على الضرب، مدربين على القمع. الاسم <applause> محمد وسيم، مقيم بالخارج. نجي كل سيف لتونس. تونس أه... نحضر براتيكمون في لي زيفينمون كل حاجه من لي زين لي زيفينمون <معرف> لي فما ماتش <معرف> نتاع ليسبيرونس عندي ولدي فوتبولور اسمه فراس الى انسيستي باش يحضر في بارتي من البارتيات نتاع ليسبيرونس دونك واتيتنا بالدات اللي حاجتنا بيه نحنا في البارتي نتاع نتاع جمعيتنا مشينا قصينا تسكرنا مره رونديفو اون تامي وكل واحد فينا جاب صحابه موظف وزاره الداخليه أو... تلمينا مع اصحابنا كالعاده كنا راح حد ولا كل نار فما ماتش تاع الاسبيرونس باش نتفرجوا عندنا اصحابنا موطنين بالخارج وتلمينا أو... عملنا رونديفو في الستاد جبنا صغارنا الناس كل مشاو قصوا لي من والصغار غراتوي يدخلوا كل شيء مريقل حتى لين خرتنا الستاد نقاوم من عين الصغار ما يدخلوش ومعهم لي بارون زاد اوتوماتيكمون البارون اللي جا يدخلوا خلي ولدو وقالوا نستناو درج تو نلقاو لكم حل زيد درج اخر جاتنا الكوميتي نتاع ليسبيرونس حكات معانا قالوا درج وتدخلوا البوليسيه ما عجبتهم مش الفازة كيفاش باش تعداوهم ويدخلونا بون بعد ولا فما شويه دزين شويه كلام زايد شويه عياط ومعانا الصغار ولات لي بارون اوبليجي باش تصور شنو اللي قاعد صاير اسمي ايمن داود نخدم تقني في شركه في تونس مشيت انا وخويا هزينا ولد خويا معانا يعيش في فرنسا كما قاللكم لكم جاي يعني فاكونس في بيلو باش يمشي يتفرهد في استاد مشينا الماتش متاع نهار لحد عشرين اوت الترجي وبنقردان بصيفتو ماتش عادي يعني قلنا نهزوا الاولاد ونمشي كيما الناس الكل جابت صغارها يعني في استاد وما خليه حتى حد يدخل من اللي معهم صغارهم دونك قعدنا نستنى وكل مره يقول لنا بوليس استنى واستنى واحنا نستنى فيهم ناس بدات والماتش بداو وكل واحنا نستنى فيهم أه في الاخر قالوا لنا ما يدخل حد وبالكلام ولينا احنا خويا ولا يصور بالتليفون كيفاش ما من منعوا الصغار ومنعوا دي بارون يعني معاهم صغار ومنعوهم مش يدخلوا عدنان تونسي مقيم في الولايات المتحده أه جيت مع ولدي سنة فاكونس وصيف ومش نتابع الحكايه الاولاد قالوا لكم ديجا ماشيين الاستاد انا مشيت مأخر شويه خلطتهم غوتاخ أه وقت اللي خلطت ديجا ثم محاضبة بور تويت برشا كلهم فاميليات معهم صغارهم و باغي على ماجوريتي ما يعرفوش اللي صغار ما نجموش يدخلوا ما علاش ما يدخلوش ولقيت ثم ديجا ديبا مع البوليسيه انا خلونا لبرا انا مجموعة اخرين اللي مخر عملوا برير قالوا اقعدوا هنا حتى تفضل المشكله ديجا اللي موجوده وباغامون المشكله كلها خاطر ثم دي باغون دخلوا صغارهم معهم الاستاد وممكن ياسر موجودين <applause> ولا هما علاش الاولاد قعدوا يسهلوا قالوا ممنوع من نجيب صغار قالوا فما ديجا قدامنا قاعدين يدخلوا اللي اللي عنده زميل واللي هو بيدو زميل واللي يعرف مولا خو زميل دخل ولاده انا <applause> تريحة باش باش كلينا تريحة وروحنا وهكا وصار لنا براكاج من الاخر ومش من عند مواطنين صار لنا براكاج من عند البوليسية فهمت دونك آه آه المشكل الكل اللي صار هو كونه اللي انا حبيت نصور المشكل حبيت نوثق حاجة بال بالفيديو جبت التليفون متاعي انا بديت نصور ونعقل على روحي كنت نصور حسيل وترفع التليفون وترفع تانا وكلينا تريحة فهمتني ولدي المشكل الكبير اللي هو كونه ولدي قاعد بحذايا شاف لي ديتاي الكل على عينيه كليت تريحه باهيه معناها كي نقول تريحه معناها راي بونيه ومشته وانا ما نكذبش عليك معناها ما حبيش نسيب البورتابل متاعي وهو ده صحيح يحب ياخذ البورتابل عيط لاصحابه ولات تبونيا في الوجه ومعناها فوالا لو الاكثر اللي, اللي صار هو اللي كونه صغار كانت معناها معانا اللي غزروا كل شيء اللي صار فهمت حاجه معناها ما من وراء العقل ما كنتش نتصورها باش تصير اليوم ما كنتش نسخه اللي ولدي باش ياخذ فكره على السبور في تونس بـ بـ بالطريقه هذيك معناها توا لحد توا اللي معاش نعم نمشي للاستاد مش لازم توريني كنت نشكر انا في الاستاد في تونس كنت نشكر له ديما في رادس قلت له راه عندنا استاد باهي عندنا حاجه باهيه في تونس راه ما كان اللي برا حتى في تونس عندنا حاجات باهيين اللي تي موتيفي باش يمشي معايا للاستاد وما نكذبش عليك ندمت وما عادش نعاودها جمله في حياتي. ديجا اول ما صار كونتاكت ولا يفكوا في التليفون هاجوا حاكم يعني والشرطه الكل دخلوا ولا يضربوا في العباد الكل. عندي ديجا في باركينج البرة يعني ما تخليش الاستاد جمله. وانا بارمي اول وحود اللي هما حاجتهم باش يضربوهم خاطر انا شاد التليفون زاد في يدي وبديت باش نصور ما زلت حتى ما صورتش. وهو فك لي خلطت عليا انا بعثت عليه البوليس وخلطت عليا ضربوني بريسك سبعة ثمانية بوليسية بالمشتة الكل قطعوني يعني بالمشتة وعندي لي تراس بون سا سيغ غيان نوري فيك في لي تراس مي عندي دي تراس يعني في في بدني في ركايبي في في ساقي في ظهري من تالي في كتفي ذيل توا مخلوع الضرب ضرب يعني قوي ضرب مش تاع واحد يضرب في ما عندك علاش تضربني ديجا ما عندي ما عملت شيء يعني ومن وقتها طلعونا في كميون ظلام الكلها انا وخويا ما عادش نعرف عليه وين وصاحبي اللي جينا مع بعضنا جايبين ولادهم ما عادش نعرفهم وين طلعونا في طلعوني انا ساعه خاطر انا ديجا سيباري بعيد عليهم وليت يعني هزوني في كميونا وحدي بعد ما ضربوني بالقديه طلعوني في الكميونة وسكر عليه الباب ديجا انا نفس وقت اللي ضربوني ما عادش نتنفس يعني مش ما عادش نتنفس كريمه ومين. ما عادش نفس من الضرب واحد كل وطلعوني ديريكت في كاميونه وسكروا الباب أه ما فهمتش علاش الضربة هذاك كل انا يعني نقول لهم تو ما نعم في شيء وهم شاديني شي اربعة ولا خمسة كومسين انا قاعد مفارع فيهم وانا ما عملت شيء يعني ما واقف يعني نورمال وضربوني ضرب نتاع واحد قاعد يعمل يعني في حاجة خايبة على الاخر يعني انا ما عملت شيء فك لي تليفون وطلعوني في الكاميون وبعد بعد زادوا خلطوا عليا وسيم خويا بالبونيا وبالمشطة وكل يعني يضربوا فيهم في ضرب يعني نتاع مش عادي مش تاع واحد ماشي الاستاد يعني مش يتفرج وما عنده معمل. وقت اللي التليفون في يدي ما يضربوا فيا فرونتو هو البيت هو التليفون. هو وقت اللي انا اللي ناكل في الضرب الكات فاس فما خمسه من الناس يضربوا فيا نعقلهم بوجوههم الكل. ما نعرفش حتى كان يسمعوا فيا انا نهار اللي يجيبهم قدامي يطلعهم من 500 بشر. الانسان اللي يضرب فيا يضرب فيا بشماته نتاع 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 بشماته نتاع انسان مغلل على انسان مش ما يعرفنيش هو ما نعرفوش عمرنا. شنو عليك في الاخر ولا يقدم فيا يقدم. يقدموا من يده مشينا نحي له التليفون يعني بوليس يقدم هذا بوليس, بوليس يقدم بوليس بوليس يقدم بسني اه التراس نتاع الواحد كي قوي ضرب ما عادش نجم خاطر قالوا لي قالوا لي كان ماكش باش تسيب البورتابل نتاعك اللي فيه السيكونس نتاع الفيديو هذا اللي صورتها انت راك راك ماكش باش يكف عليك الضرب وراك باش تدوخ تحت الضرب وراه باش تقوم وماكش باش تلقى التليفون نتاعك والضرب اللي قاعد يصير الكل ولدي بجنبي قاعد يبكي ومكبش فيا مثالي دون بعد يوجهوا الكلمه هو يتكلم وحده ونجم يعبر على روحه ما نجموش يكذبوا صغير ما عجبتهمش كيفاش توثقوا هما من لي بورتابل نتاع الناس وهما يسبوا في الصغار ويدزوا في لي بارون وما قدروا حتى حد ولا وداروا علينا مضربونا وفكوا تليفونات الناس او الحاجه هذيك او الحاجه لازم نفكوا تليفونات الناس كل سواء اللي عنده تليفون صور ولا اللي ما صورش ولا ان شاء الله حتى يحكي قاعد مع مرته في التليفون فكوا له التليفون اوتوماتيكمون الناس قاعدة بيتها وما حبش تعطي تليفوناتها ولا ضرب كل واحد يتحميو فيها أربعة خمسة وبعد بعد يجيو أربعة خمسة أخرين ويرتاحوا هذوكا يجيو يبدلوا عليه جروب آخر وصغارنا تتفرج ونحنا حتى كي يضربوا فينا وسبوا فينا مكوفرين رواحنا بصغارنا شو ولاو عملوا يفك الصغير من يدك يحطوا كوتي يخليها كاكا وقتها ولدي لي ليفري على معناها وحده في الشارع حاجة وحدة هو جاه ريفليكس باش يخزر العم اللي هو جا معانا مشينا مع بعضنا كي أنا فقدني ولدي حب يغزر العم يلقى عمو وين يخلع القاع عمو ستة يضربوا فيه معناها حتى الصغير هذاك اللي قاعد ضايع بين عمو وبوه ما لقاش شكون حتى يهزه حتى واحد ما, تحركت فيه ريحة متاع رجولة باش بش, بش حب يهزك الصغير هذاك اللي قاعد ضايع بين زوز معناها عمه وبوه أنا مشيت على روحي سي. أنا خم في ولدي وقت وما زلت قاعد ناكل في الضرب، ما عاد جاء عمو وزاد كيف كيف يجبد فيهم من ساقيهم، يضرب في يجبد فيهم من عرش شنو يسمع الفرقه. يعني. جابوا كاميونه كبيره، اونتر احنا في الكهرباء مش شبابك بالبونيا يضربوا فينا وكلام زايد ونحن نقول لهم راهم ولادنا رانا بارون راهو عيب ما عندكش صغار انت في الدار ولدي حسبهم كانوا ولادك ما ماهوش لهنا. دونك عرفوا عطاه مدير الاقليم عطاهم لورد لازم تفك تليفونات ناس كل الناس كل وتضربوا الناس كل وتطردوا الناس كل. هذاك اللي صار وعملوا أكثر من اللازم، كأنها حومة يعني اتحمت فينا، ما ما نعرفش ذولي على شي هذاك هما، ضربوا ضربوا، ومن بعد جات الكاميونة الكبيرة حطونا فيها مع صغارنا، ساعة ما طلعونا فيها كان بالسيف، قلنا لهم ممنوع يا ولدي كيفاش طلعوا صغار في الكاميون سيلولير كيف كايا قفص يعني ما ما عادة كالعادة ضربوا كلام زايد وعينيهم ظلام، اسمه كان في عرفهم من تالي يجيب واضرب وطلع. صغار كيفاش طلعوهم في الكاميرا كيكب ابريتو احنا باقي يمكن تحملوه اما صغار تشوف ثلاثه صغار معنا في باقا معناها مسكر علينا على كات فاس حتى الهواء ما فماش ولدي قاعد بحذاه قال لي يا بابا جاريف بلو ا ريسبيري قال لي اعطيني ماء اعطيني قول له يحل الباب ما يعطيونيش ما غزروا ما يحلوش باش نفسه له الام والبنيه والمشت من بعد جابوا وسيم وجاب معاهم اولادهم طلعوهم معانا في كاميونه ظلام يعني يعني طلعنا في كاميونه كي تحط يدك هكا ما تشوفهاش بون انا يمكن نجم نقبلها الحكايه ولا كيما يصير يصير ما, يسير ما صغار صغار طلعوا ما عادش يشوفوا في شيء الكل يبكي يعني من الخوف بكي من الخوف مش بكي نتاع ريحة هذه بكي يبكي من الخوف شوكي اللي هو في الظلام وما يشوف في شيء ومش عارف وين هزين ويشوفوا يبو تضرب يشوف في عمو تضرب يشوف في صاحب عمو تضرب يعني ماش ما واش فاهم هو وين صغير يعني شوكي في الكاميونه وكي نورمالمون او حط الصغار في بلاصه هزنا نحن تبعنا بصغارنا في كرهبه حطونا في كميونة ظلام ما تشوف شيء نفس ما فماش مش ما تشوف شيء نفس ما فيهاش ديجا ولينا ثمانيه يمكن بريسكو الكميونة لا رحموا صغار لا على بالهم حتى حد يعني أه... اون ديغي واحد شد واحد عمل حاجه كبيره يعني مش تعملوا كيك احنا مشينا للاستاد ابخي حبينا نتفرجوا في ماتش لا بروف تهز معاك صغير ماكش باش تمشي تعارك في الاستاد سكروا علينا الباب تاع على الكميونة الدنيا ظلام نفس ما فماش دقينا عليهم حلوا المرة الأولى قلنا لهم راهو صغار عاودوا سبونا حل الشوفير الباب قال لنا باهي تو نحل بعد جاء واحد آخر واحد يجي يحن عليك الآخر يقول له لا خليهم يسبنا يسكر عن فس يقول لك لا اقعد غادي وما ومعنا واحد آخر زادة مواطن بالخارج ما هوش معانا موجود تو ما كان زاد يتفرج فينا إن شاء الله يكلمنا كيف كيف زاد ولد عمره ثلاث سنين ولا عامين فكوا ولده ولده من يده هزوه طلعوا في كرهب أخرى الوليد وهو قاد يضربوا فيه قطعوا له حواجه ومن بعد رموه رماوه معانا في ال في في, الكاميونه يعيط ولدي وين يحلوا الباب يسبوه هو ولده والبلاد اللي يسكن فيها ومنعرفش كي تقولوا له يقول لك منين مواطن بالخارج زيد يسبك كانوا درشنية قتلوا لو معانا واحد اخر شخص اخر زي مقيم بالسويد معاه ولده نحب نذكر ان شاء الله يكلمونا كان يرانا كان نعم. كان يرانا كان يشوف اللي يتبع معناها شويه يبدا اجور شويه طوي, طوي نجم ينجم يتصل بينا هذا يا سيدي اللي كلاه ضرب سكروا له الباب نتاع الكاميون على راسه فكولوا ولده من يقدم. يده وقول لهم ولدي اعطوني ولدي ولده دم دموه بدعوا له يعني و... انا انا ما عادش مدغايتني روحي وليت نسكت في ولدي ونغزر العباد كيفاش تاكل في الضرب قدام ولادها وقدام صغار معناها شيء مش معقول جمله ويضربك 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 وانت باش تدافع على روحك قداش باش تدافع تيح تقوم يضربك كلام زايد تقول له راني موظف راني محترم ايزيد يسبك باهي وين وعارفكم اللي قال ما نعرف ما فماش وما كل اللبسين بالكحل بون الوجوه نعرفوهم بعد ألف سنة نطلعهم الوجوه الكل اللي ضربونا وفكونا تليفوناتنا أه هما شنو من الأول يمكن فتك بالحديث قالوا لنا الصغار لا فما بعد بعثت لنا تصاور من داخل المستاد اللي فما صغار موجودة في استاد ديجا بدينا نوريو فيهم للمدير الإقليم وللأمن وغزرا وفما شكون تخلى علاش نحن لا ما عجبتهمش الفازة أه حاسينو تصرفوا تصرف تهامجية الصغار مرحبا. شوكي ولادنا لتو مازالو مشوكين تو ديجا ونحنا داخلين باش نصورو في و... وفي الكوليس نحكيوا على حكايه وديجا الصغار كلهم وجوههم تبدلت كي سمعوا الحكايه ما 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 جتهم اللي نحنا نصوروا فيهم بالتليفون ما ما عجبتهمش نحنا نحن نصوروا يسبوا فينا والصغار حاضره ونحن نكلموا فيهم ولدي ما تسبش ودي عيب صغار مخلطه فما اللي جاب مرته معاه فما اللي جاب بنته معاه يعني ما ماهيش لوجيك الحكايه يخدم في خدمته صحيح هو لا علاش يقول ما تصورش عامل مشى للباركينج خلطوا عليه طيحوه في القاعه بين زوز كراهب ما فماش لا كاميرا ما حد شيء سبعه ولا ثمانيه بالبورد كام تاعهم ويعفسوا فيه بعديك خرجوه ديجا مدمدم رجعوه لين وين نحنا واقفين <applause> كي ولات فوضى وفهمتني وهما يضربوا فيه ويهزوا فيه لهم اوكي على يعني انا شفته ما ما حاولش ريزيستي ولا حاجة يضربوا فيه كم صلي عني بي سيب ومع صيب. صيب. عرفت بيه هاني ماشي معاك سي بون سي بون سيب اوكي بي تفهمنا فهمتني في راسه راه يبكي وعايز يمشي البوليسيه من الحوايج نقول مسيبو عرفت عمي فهمتني بوه ديجا صاي بوه مشى كلا حسيلو فوضى فكوا تليفونات الناس كل كسروا تليفونات الناس كل طلعونا في سيلولير سكروا علينا سيل ما ننساش ثم امراه عندها بيبي نتاع عام ونص عامين في ده. كي قالوا برا روح تلفت وبدات تهرول شويه تمشي تتمشى بتمشي كرهبتها ولا ماشي مروحه بوليس خلطت عليها ضربه في ظهرها متراك علاش ضربه متراك في ظهرها؟ قالها برا روح تلفت ومشات روحت فهمتني؟ ضربها بمتراك وولدها في يبكي علاش؟ الله اعلم مهزونا المركز نتاع كي دخلنا المركز شوفور وصاه هكا كيما توا شوفور تاع سيلولير وصل للبحاث الوجوه نعرفوهم وقالوا هذوما ما, ما تسيبهم على ذمة مدير الاقليم حتى يجيك هكا بالحرف الواحد وخلاونا مطيشين غاديكا وهز روحه ومشى مصر. مع الصغار ايه مع الصغار اي آه صغار مع الصغار صغارنا معانا صغارنا معانا ضرب وعفس وصغارنا ما نحن اونتر في المركز وما قاعدين يجيبوا في الصغار عباد مصطاد الصطاد خاطر صار شغب في الصطاد يضربوا فيهم ويسبوا فيهم قدام الصغار وصغار تغزر وبكي ونو نو صغار ونو نو نو نحن نشوف صغارنا نحن وما صغارنا للتواليت على الفجعه على البوسفية. نعرف خاطر الصغير شو في الكا هذيكا الاول ما حبوش ومن بعد كاينهم سخفوا علينا ولا فيقوا بصحابهم عملوا حاجه جراف اكل النيفو طاح شويه وكها وقعدنا نحكيو صارت شويه تليفونات مغادي اللي عايش في فرنسا والولد ناس تاع فرونسيز واللي عايش في السويد واللي عايش في امريكا أه مش بالسفاره لا مو صار بالسفاره والدينا طلبونا يصلوا علينا أه ولا يمكن خافوا شويه ما نعرفش حسيلو وينو مدير الاقليم اللي نحن على ذمته قاعدين لهنا هذا يوم السبعه حسيلو من السبعه ما عطاونا الصحيح كان العشرة ونص ونحن قاعدين في وسط المركز في وسط المجرمه مع صغارنا يضربوا في العباد أه وما قدروش الصغير واللي يدخل الفلقه الضرب أه يدخلوا يدخلوه البيرو لاباس يخرجوهم دمدم وصغارنا تغزر ومن بعد تليفونات ناويين ما نعرفوش قالونا اطلبونا برمشي لنا فماش تليفونات كرهبنا الكل في الباركينغ قاعدوا ملوحين لاخر وقت سايبونا مشي جبنا جبنا كرهبنا في الاخر قالوا لنا راهو برا تلفوناتكم تليفوناتكم في ال نشوفوا تليفوناتكم في الفرقه العدليه الفرقه العدليه بوليس انا لقيته قدام المركز هو اللي قال لي راهو نورمالمون مشاو المركز الرئيس الغاد نورمالمون يعني نحن تبع لا محضر لا بحثونا شنو يعني اللي صارت فهمناها نحن ضربونا فكونا تليفونات براكاج عفسوا لنا صغارنا طلعونا عملوا حاجات تتجاوز القانون شيء يدوخ ولعبات تتفرج ما فهم دخنا انا اسمي سيف مشينا نهار لحد الاستاد مع بابا وصحابه باش نتفرجو في الماتش ونعملو جو يمكن وصلنا لغاديك انا نلقاو لي بارو معاهم ولادهم ما خلوهمش يدخلوا البوليسيه بدينا انا في بنا باش يدخلوا بدا عاد بدا العار كل واحد كان في البوليسيه بالمتراك وبالواحد وبالبون يضربو في لي بارو وما يخلوهمش يدخلوا ونشوفو هكا وعد في بابا وصحابه ياكلوا في الترايح عند البوليسيه ونحن نقول لهم يزي وصغار تتفرج وهو يدزوا فينا ويعفسوا كاكا ونشوف في بابا متحامين فيه برشا وفي اي من يجري يجري هما خالتين على يضربوا فيه وبعدي طلعونا في الكهرباء برشا في الكهرباء من تالي وطلعوا فينا ونحن نجيو باش نقول لهم رانا ما عاملين شيء انا خالتين ورانا درشنا هما يضربوا ويسبوا وسكروا علينا في باب الكهرباء هبطونا من الكهرباء وطلعونا في الكاميونه كاميونه قفص نقول الحيوانات حطونا غاديكا كميونا قفص ظلام ما تشوف شيء لا نفس لا حتى شيء ونحن نقول لهم يا ولد خاطينا حتى شيء رانا ما عاملين شيء وهم يحلوا الباب يسبونا يعاودوا يسكروا الباب وبعديكا هزونا للمركز حطونا في المركز غاديكا وقعدنا غاديكا قريب ساعتين ونص ثلاثة سوايع نحن في المركز نستناو وعبد داخله خارجه ياكلوا في الشلابق من عندهم ونحن نتفرجوا وصغار تتفرج وبعديكا باش سايبونا على رواحنا ومشينا وجابوا فكونا تليفوناتنا قبل الساعة فكوا التليفونات ما خلوناش ناخذوا تليفوناتنا مشينا مشينا خرجنا من المركز لنا برا برا تلقاو والم... في تليفوناتكم مشينا للمركز وجبنا تليفوناتنا لقاو تليفون مكسر ولا تليفونه بحاجة اسمي غسان نهرت لحد هزني عمي هو ولده الأستاذ آه وصلنا مخر شوية قالنا البوليس يقعدوا ورا البرير خطر حتكش تفضل فما مشكلة حتكش تتفض قعدنا نستنى شوية حتكش لقينا معناها الدنيا داخلة بعضها بوليسية يضربوا في العباد وهي ما عاملة حتى شيء على خاطر يصوروا فيديو نورمال يضربوا فيهم راو في العباد يدخلوا فيهم معناها بالقوي في الكرهبة ادخل داخل ما فيهم اسكت صاحب عمي البوليسية جوا يضربوا فيه يمشي يجري خلطوا راه البوليسية تكتلوا فيه غاضني معاه ولد صاحبو غاضني ولد صاحبه يضرب في البوليسية يقول لهم سيبولي عمي سيبولي عمي معناها هزوهم معناها كل حيوانات ما مش ما قدروهمش عباد ما قدروهمش معهم صغار هزوهم بالقوي ادخل اسكت سبين صغار تسمع ها شيء سبين الحاكم معناها شد بالمتراك خلوظها هالدنيا علاش على خطر ما يشيش معناها صغار بوليسية يدخلوا والصغار الاخرين اللي داخل الدنيا كلها بالمتراك بعضها قالوا آه قال بروح بروح السبان والكلام الزايد معناها ما صغير ما كانوا ما يسمعوش كرنا ما يسمعوش انا بحد ذاتي بكيت آه خايف وخايف لا يهزوه آه عمي شدنا ما بيدينا شدنا بيديه آه بيديها وشيرينا حتى كش الكره اللي احنا تو جينا لهنا نحكيه وعلى خاطر عارفين اللي في المركز قالوا لنا هما بيدهم راه باش تشكي من الاخر ما عندك وين توصل وانا قالوا هيلي دو ولا تروا يعني اجون هذيك في المركز قال لي راك تو انت تنجم تشكي اما من الاخر ما عندك وين باش توصل نحب نقول للبوليس هذا ذاك اللي ضربني وعفس على ساقي كان يرافيه وبش يعقلني كان راني بش عقلني. نقول له يعني ما, ما عندكش ولاد انت عملت كيكة وعفست علي انا على ساقي ولد, ولد خويا يحز ويدز فيك وانت تدز فيه وتعفس علي انا يعني في القاعة طايح ديجا نقول له كان ما جاتش انت للكسوة ذيك يعني اللي, اللي خليتك تتصرف هكاك وما تخاف من حد وماشي مع العباد اللي معاك الحاكم اللي معاك راك انت ما تصورش عندك شوية رجلة باش تعمل كيك وهو خاطر مش راجل بطبيعته البوليس هذاك وكان انا يعني عنده لي كوردوني نجم يلقاهم في المركز غادي وينجم كان يحب يراني نثبته يعني شكون خاطر انا مقهورين يعني من الحكايه الكلنا تظلمنا والكلنا يعني صارت لنا برشا حكايات ما عمرها ما صارت لنا في حياتنا وتنجم تصير لاي واحد كان نسكتوا عليها راهي باش تصير لاي واحد وهنا نحاولوا نوصلوا صوتنا وما نوصلوش الحاجه ما معاهم يعني العباد هذوما باش الناس كل ما عادش تصير لها يعني الحكايه الشيء اللي رينيها رينيها قهر نحن انا اول مره تصير لي وبقدره ربي ما عادش تصير لي على خاطر خاطر حكايه من كي, من ما عادش ما يلزمش تتعدى حتى كان صارت علي انا انا كيفاش كان باش نروح على روحي مش مقيم في تونس اما ماذا بيك كان ما تصير ما تصير حتى مع اي تونسي. مع اي واحد يمشي للاستاد مع صغير مع مع حتى مع امه واحد نجم يمشي مع مع ابوه نجم يمشي مع هذو صغار نورمالمون يشجعوهم على على الاستاد يشجعوهم على رونتري باش بش يدخل باش يدخل للاستاد باش يتفرج بريوريتير نورمالمون هو مشى للاستاد وشاف الاستاد معناه من اكبر استاد في العالم مشى الاستاد دو فرونس مشى البارك دي برانس فهمت <applause> شاف <بشيال شيال شيف> الاستاد <applause> يعرف يعرف الاستاد يعرف شنو هو لاكوي نتاع استاد نتاع صغير كيفاش باش يدخل الاستاد ثاني نحكي عليه البوليس اللي عضو Forgetting. الكلب اسمع الكلب ما تلومش عليك عظ تلوم عليه من رباه خاطر الكلب نوعين انا ربيت كلب ونعرف ثم كلب طلعوا جونتي يخاف من خياله والكلب طلعوا يعظ هذا تو بوليس يعظ عز. بوليس يعظ بريده هاكا ترس يوريهالك هيك باش مش التليفون ما مش علي انا البوليس اللي يعظ اللي هو على ربي اللي قال له برا عظ سليبه قال له برا عظ هو هو تريحه فكرو تليفوناتنا حطونا في مركز بعد قال لك اي مالك ما عندك شيء انا مادام جيت لهنا كنت نجم ما نجيش خاطر عندي علاقه تربطني بالامنيين وكوزو فما فئات معينه خويا سي على انا امي وبابا حياتهم كاملة في الداخلي وانا في الداخلي اللي ريتو نهارتها ما تنجمش تسكت ما تنجمش تخبى في دارك و وما تجيش تحكي يعني ما ما باش تمشي تشكي ما تاخذش حقك باش تفركس عليهم ماكش باش تلقاهم باش تتكلم مع روفاتهم باش يقولوا لك ما فماش منها الحكايه باش تقولوا جبد الكاميرا نتاع المركز صورتنا كيفاش داخلين الكاميرا نتاع البورتوي تقولوا لك ما فماش يعني هذا الحل الوحيد لقينا <applause> جينا <الجينة> لهنا وانا <applause> كنت نجم قلت لك ما نجي جمله اما من القهر وزيت تضربت مع الناس كنت نجم ما, ما, ما نهز ولادي ونهرب من الاول اما اللي ريت يعني ما, ما شي يقهر يعني ولا كنت نجم كي طلعوني من الاول نقول لهم زميل نجبد اي واحد يهبطني انا وصغاري ونمشي اما الناس كيفاش معفسينا اني قاعد يعني شيء شيء اسف شيء دوخ علينا جيت جبت صغاري جبت صغاري وتكلمت وديما نعاودوا راي فئه معينه وراي مش كان علينا نحن صارت صارت على بيت قبل وباش تعاود تصير كان ما نتكلموش وكان ما نحكيوش باش تعاود تصير فما ناس ما تنجمش دخلت لهنا باش تتكلم وتظلمت ومشيت على رواحها وسكتت أه الحاجه الاولى نحب نشكر برشا 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 على البلاتفورم عطاتها لنا اليوم وصوتنا اللي باش توصلوا خاطر أه مش في وجوه نوايت وخاطرني في نوايت توايك نوايت السوس كيدي الوحيد اللي في تونس في الميديا نتاعنا الكل كلهم يخدموا في مصالح نعرفوها شنو هي هذاك علاش جينا هنا ما مشيناش لحد بلاصه حتى الشكاين ولادنا ما حبوش يشكيو قال لك زيد زي. نعرفوا وزاره الداخليه ونعرفوا البوليسيه ونعرفوا بوليسيه تونس ونعرفوا لي كي جات نقابه هو من قبل ما شاء الله زادوهم نقابه تاويك معناها في الاخر في اخرى ما عندك وين توصل معاهم جينا هنا باش نوصلوا صوتنا للشعب التونسي ويعمل فس... و... لنا تو ناخذوا حقنا وميرسي بوكو نوات ميرسي بوكو نوات اللي وصلت لنا صوت ويا ناس تكلموا ما عادش تس... <applause> ما عادش هاي قدام انا باقي مركز, أنا مركز ما مشيتلوش المركز باش نشكي اما كي قالوا لي نمشيو لنويت وباش نحكيو قلت موان توصل صوتك نعرف اللي بش اللي باش تقولوا باش يخرجوه وباش يحكيوه للراي العام لا اكثر لا اقل باش الناس تفيق اما انا حتى المركز ما مشيتلوش باش نشكي نجم نمشي نشكي نعمل سيرتيفيكاوات باش الكلهم باش يعطلوك ما يخليكش توصل تشكي بيه السيد هذاك ولا البرشا وما مش واحد دونك او جات فرصه باش نحكيو هكا انا عبرنا فماش ما تتصل هم نتوجه للي سوبريور نتاع الداخليه على خاطر نتصور كل شيء موثق عندهم هما قبل ما نجبد انا البورتابل نتاعي البورتويت في الستاد نتاع رادس بورتويت بارتي المكشخه كيف يحط أي كيف يحط عنده عنده عنده, عنده الاكستيريور كله هو ينجم يغزر له تو يشوف الحكايه انا نتوجه للي سوبريور نتاع وزارة الداخلية باش يشوفوا الفيزيوناج من الاول للاخر ويفهموا الحكايه كيفاش بدات وكيفاش وفات وانا وجهي ما عنديش علاش باش نخبيه زاد ونحب نقول للتوانسه كل معناها ما عادش تخلي حتى حد يضربك يا دي مانيش عارف يعني انا مره خياب يردونا مجرمين تحب نتبادلوا الضرب مع بعضنا كمش مش نحن احنا اللي قاعدين هما لابسين احترموا فيه بالبونيه ما يغلبوناش بالبونيه ندوخ انا <applause> انا اللي ضربني <applause> اللي ضربني انا ندوخه بالبونيه انا نعطيه تريحة نعطيه تريحة قدام الزملاء نتاعو انا احترام للزي اللي لابسه هو خاطر ما يجيش ما يجيش ضرب راه ما يجيش انك تحترم الصغير على اللي أنا... تحترمني انا ك... كمواطن ولا مقيم البرة ولا مش البرة وعندي ما زادت تنجم تجيني من برا وما استعملت إيش. اللي ولدي مطيش أنا في في في, والد والد في ولد ولد صاحبي زاد مطيش في كاميونة أنا ولدي بالنسبة لي هو يعيش في فرنسا بالنسبة لي هو البوليس سيكوريتي اللي هو بالنسبة لي هو معناها البوليس هو اللي باش يحميه هو اللي بالسيكوريتي نتاعو انا ولا كي يشوفهم في الشارع يخاف قول لي اللي عطاونا التريح هذوم قول لي يا ودي مشكل كيف كيف قول لي سي نورمال باش ياخذ فكرة كيما هكاك سي نورمال باش ياخذ فكرة كيما هكاك